كنبغي نقول للجمهور وخوتي خصهم يعرفوا جزيل الشكر، جزيل الشكر لمونير طابيغوش، خويا مونير طابيغوش، جزيل الشكر لذاك السيد. هذاك السيد اش غادي نقول لكم، الناس اللي ما كتبغيش تبان في الكاميرا، الناس اللي كدير شي حوايج والله ما كتبغي تبان وراء في الكاميرا، بالله كيبغيوش الناس ما كتبغيش تبان في الكاميرا. اش نقول لك، انا اللي كنضغط عليه وشي ناس كيقولوا ليه بان، علاش ما هذاك السيد محترم. كم تحية المونير طابي غوج، وحيت كاينين شي ناس، اش غنقول لك، كاينين شي ناس ما فهمتي غلطوا في حقي وداروا شي حوايج ما هي ما مزياناش في حقي، وما غاديش نجبد هاد الناس، والدنيا هانيه. ولكن اللي كنبغي نقول لكم وهو مونير طابي غوج راه من الناس اللي يستاهلوا يتجبدوا، اللي يستاهلوا يتقالوا، حيت هاد السيد دار معايا شي حوايج. ودابا تسمعوني كنهضر في اش واقع، من غيسمعني قلت مونير طابي غوج غيعيط لي يقول لي علي ما تقولهاش، ما كيبغيش سميتو تجبد كاع نهائيا. انا من هذا المنبر جزيل الشكر لهذا السيد، ودار معنا شي حوايج اللي ما الحوايج اللي ما غاتقالش، ما خصناش كاع تعرفها. دار معنا شي حوايج اللي فوت استطاعه ديالو، مسكين الله يكثر خيره في هذا النار. دار معنا شي حوايج اللي غنقول لك اللي ما داروهمش معانا، هذوك اللي شي حوايج اللي غنقول لكم اللي دار داك السيد جزيل الشكر ليه. واللي كنبغي نقول من هذا المنبر هذا، كنشكر الناس اللي دارت فيا خيب ولا دارت سوء، المهم الناس. انا ما غادي نحنكع على حتى شي واحد، حيت هذيك كانت بادره. والله يكثر خيرهم، والله يخلي لهم وليداتهم، والله يعطيهم ما نواو. شي الجمهور ما يقولش لك مصطفى خيب، حيت الجمهور كيشوف مصطفى كيهضر كيقول مصطفى خيب. هذوك الناس داروا معاه، توسطوا معاه، داروا ليه. الجمهور اخوتي، بغيتكم تفهموا، بغيتكم تعرفوا، راه حنا الا ما كانتش عليك الاضواء راه ما نجيوش عندك، راه ما نهضروش معاك، راه ما نديوهاش فيك، راه ما نتسوقوش ليك. وإلا كانت عليك الاضواء راه نجيو عندك. انا اللي كنبغي نقول لكم من هذا المنبر، مونير طابي غوج ماشي من الناس اللي كيجيو عندك عليك الاضواء، من الناس اللي وقفوا معاك تخلاو عليك وجات عندك ناس، حيت هذيك الناس عرفوك كتهضر باستحقاق وتيحبوا صديق مصطفى، عارفيني كنكذبش، جاو عندي بادروني، اللهم لك الحمد. انا كنبغي نشكر من هذا المنبر خويا منير الهواري طابي غوج، كنبغي نشكر المدام ديالو بزاف، لديك السيده حتى هي الله يعمرها دار، والله يخلي ليهم الابن ديالهم ويكبروا ليهم كيف ما بغاو ان شاء الله. وشكرا. وخوتي اش غادي نقول لكم، انا راه توحشتكم، والله الا توحشتكم بزاف، والله الا توحشتكم. وان شاء الله تسناو معانا عما قريب السينجل هذا يخرج هاد الايامات ان شاء الله، السينجل غادي يتلاح هاد الايامات. ما بغيتش نقول لكم، بغيت نخلي لكم مفاجاه. المهم راه غيتشدوا الكواليس ديال الفيديو كليب، المهم هذاك الشيء خليه مفاجاه للجمهور. كنحبكم وكنموت عليكم، وديما غنبقى نحبكم ونموت عليكم. راه كيقول هذاك المثال، كونوا ابن من شئت واكتسب ادابا، يغنيك محمود عن النسب. انا اود الناس وكنقول شي حاجه اللي طرات ليا، ما كنقولش شي حاجه وهميه ولا ما كيناش ولا خياليه، شي حاجه الواقع. هاد الاذاعه سميتها اش واقع، كون ما كانتش واقعه ليا شي حاجه راه ما يجيوش يقولوا لي اش واقع، راه واقع واقع اخويا، عطوني الحقيق وقالوا لي الياقوت واقع، ما وقع والو، واقع عطاني حقيقه حمراء قال لي ياقوته، حنا غنبقاو غادي انت غنشوفوا هاد الحقيقه واش ياقوته ولا حقيقه، وغتثقوا بيا الجمهور. انا غنتحدى هاد السيد والله حتى غنلقاو حقيقه، يلا. وانا غادي هذاك السيد راه محطوطه عنده، راهي باقا محطوطه، راهي الله عيط ليه، غادي نمشيو غادي نهزوها غادي نديوها لذهيبي. قال لنا يا قوته، انا ندي معايا الكاميرا نعطيه وجهي، يبقى يصرفق فيا الا لقيتها يا قوته، يبقى يصرفق يقول لي اش قلتي في الوانكم، اش قلتي في اش واقع، بقى عليا في التصرفيق.
ولا لقيناها عقيقه ما تبقاش تهضر في المنابر الاعلاميه، حيت المنابر الاعلاميه اللي بغى يهضر فيها خصو يعرف كيفاش يهضر، خصو يوقف قدام العدسه ديال الكاميرا فحال هكا كما كيوقف مصطفى وكيهضر قدام العدسه ديال الكاميرا. وتنشوف العدسه حنينه معايا، كتحبني العدسه ديال الكاميرا. وشوك مون بيبي ما نقدرش مون بيبي، حيت انا الا جيت نقول شي حاجه غنتسمى خايب. هما راه كانوا ديجا هضروا فيا وداروا بانهم هما مصطفى اللي كيهضر في فيسبوك بسميتي، ما نقدرش ندير هادشي. داروا بانهم هما كيهضروا بسميتي في فيسبوك وبانني انا كنهضر وكنعاير في مرتي ايه، كنقول لها انت ما مزياناش، انت ما صدقتيش، انت ما صدقتيش انت، وانا ما هضرتش في هادشي. وهما دخلوا وداروا تصويرتي وهضروا. جزيل الشكر لكم. اللي مهم وليسونسيال هو ود البلاد ما تتهربش ليه المراه، هي ضاحكه في جنبي. وداك اللي قلتي لي مون بيبي، مون بيبي اللي بغيت نقول لك، واخا تاديت من هذاك الطرف وقالوا قالوا، اللي بغيت نفسر الناس واللي بغيت الناس تفهم، وهو يكون حساب وهمي ماشي حساب وهمي. يعني كان جبدني في الاول وهضر عليا، وانا اش كنقول؟ التواصل هذا، الناس كلها كتقلب على الليفي، الناس كلها كتقلب على التطيح. انا عرفت دوك الناس ولا مون بيبي ولا حبيبي ولا اللي موراه ولا يدبروا راسهم، انا دوك الناس ما بيني وبينهم والو، ما غاديش نهضر عليهم. نقول لك علاش ما غاديش نهضر عليهم؟ حيت دوك الناس ما قايسينيش انا وما قصدوش يقيسوني انا، فهمتي؟ انا بحال بغيتي تقول جيت الوسط سيتو سالينا، انا جيت الوسط، هو ما بغاش يقيسوني انا، ما عندهمش الغرض بمصطفى اكشوان. اللي تنبغي نقول مون بيبي ما اداني ما والو، ويكون راجل تكون مراه تكون شي بانيه تكون، مون بيبي انا ما مسني ما اداني بوالو. حيت كون مسني راه نتوما تتعرفوني كنعمر العصير مزيان، كنعرف كيفاش نطحنو. اللي كنبغي نقول داك حساب وهمي، دبروا راسهم، راكم عارفين ما قاسونيش انا، هما كان الغرض ديالهم ياديو شي ناس اخرين، انا عاجيت فيه هادشي اللي كاين. اودي انا راه عارفو عطاني العقيق، ما بغيتش ندوي. شحال هادي عارفو عطاني العقيق، عارف هذيك اللي كيقول هو ياقوت، عارفه عقيق شحال هادي، وقالوا لي الناس مشيت عند خمسه دايبي انا وايه، والله ما بغيت نهضر عليه. عرفتي علاش؟ باش الجمهور ما يقولش مصطفى ما فيه خير. ولكن منين وصلوا شي حالات وبانوا شي حالات، راه الا كانوا دوك الحالات ما قدروش يهضروا سوقوا هذاك. اما مصطفى نيبالا، مصطفى مصطفى الانسان، مصطفى القلب الشجاع، مصطفى كيغمسها زيت العود في الصباح كنت مخارج من الدار كنت مخارج دايرها، سميت هذيك الفقر والشجاعه. واحد دخل ريستوران كيدير الفرشيطه، كيخرج من الريستوران كيخرج دايرها حشمان، راه هذه اللي سميتها الفقر والشجاعه بالله. واللي كنبغي نقول لكم، عاش الملك والاسره العلويه والحكومه المغربيه، واش واقع عزيزه عليا اللي بغيني يبانو ولا بغيني اي دائره بانت ولا بغيني يتلاعوا عليها، راه هذا من هنا راه هذا من هنا راه هذا. مصطفى غادي يبقى في التواصل الاجتماعي ان شاء الله، الانسان اللي غادي يبغي يدخل التواصل الاجتماعي يكذب علينا وينصب علينا ويدي لينا، حنا مقابلينه وعطى الله المنابر الاعلاميه اللي كتحبنا، الحمد لله والشكر لله. اخر كلمه غادي نعطيها لايه مرتي عزيزه عليا، اخر كلمه هي خذوها من عند ايه، وايه راه كتحب.